وفاة الخليفة القائم بأمر الله. في هذه السنة توفي الخليفة القائم بأمر الله العباسي، ولي الخلافة بعد وفاة أبيه بعهد منه، وظل خليفة لمدة 45 عاما. كان ورعا عادلا كثير الرفق بالرعية. في عهده انتهت دولة البويهيين في بغداد، وقامت الدولة السلجوقية. لقد أرسلني إليك السلطان طغرل خاطبا ابنتك له. ويحك، ماذا تقول؟ أعطي ابنتي لسلجوقي وهي بنت خليفة عربي عباسي؟ ولكن هذا السلجوقي هو الذي خلصك وخلافتك من سلطة البويهيين. ألم يقتل لك آخر ملوكهم الرحيم الذي سجنك ونكل بك؟ أرجو أن لا تنسى يا أمير المؤمنين من هو الحاكم الحقيقي ومن هو واجهة الحكم. ثم أن الانتساب بالسلطان طغرل شرف كبير يا مولاي. توفي عن عمر ناهز 77 عاماً.